السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم الحصة الثالثة في المراجعة، مراجعة مكتسبات القبلية، واليوم إن شاء الله راح نشوفه شرح عملية تحليل كهربائي للماء. إذا راح نبدأ أول حاجة بالبروتوكول التجريبي. ما معنى البروتوكول التجريبي؟ معناه ما هي الأدوات المستعملة في عملية تحليل الكهربائي للماء وكيف تستعمل. إذا أول شيء لدينا وعاء فولتا، إذا هذا يسمى بوعاء فولتا. إذا هذا الوعاء يحتوي على مصرعين، يعني هنا راكم تشوفون هنا المصرع الأول والمصرع الثاني. إذا المصرع الأول نسميه بالمهبط، بحيث أن هذا المصرع متصل بالقطب السالب للمولد، لذلك نسميه بالمهبط. أما المصرع الثاني أو المصرع المتصل بالقطب الموجب للمولد يسمى بالمصعد. إذا مصرعين، الأول يسمى بالمهبط والثاني يسمى بالمصعد. معناه المهبط اللي راه موصول بالقطب السالب للمولد، والمصعد اللي راه موصول مباشرة بالقطب الموجب للمولد. إذا قلنا وعاء فولتا يحتوي على مصرعين. الآن ماذا نضع داخل هذا الوعاء؟ طبعا نضع فيه محلول هيدروكسيد الصوديوم. محلول هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ماذا؟ اللي هو يحتوي أو عبارة عن خليط من ملح هيدروكسيد الصوديوم مع ماء مقطر. يعني نأخذ شوية ملح هيدروكسيد الصوديوم ونوضع فيه كمية من الماء المقطر، فنتحصل على محلول هيدروكسيد الصوديوم. كذلك ماذا لدينا في هذا الوعاء؟ إذن لدينا أنبوبين، الأنبوب الأول والأنبوب الثاني. طبعا الأنبوبين هادو راح نعمروهم بالماء المقطر، يعني نأخذ أنبوبين مثلا هكذا، لدينا أنبوبين، طبعا نملأهما بماء مقطر ثم ننكسهما على المصرعين. ننكسهما معناتها راح نوضعهم فوق المصرعين مباشرة، ننكسهما على المصرعين. ثم طبعا بعد قليل ماذا نفعل؟ هناك دارة كهربائية، يعني نصل هذا الوعاء نوصله بدارة كهربائية. هذه الدارة الكهربائية تحتوي على ماذا؟ تحتوي على مولد أو بطارية، تحتوي على قاطعة، وتحتوي على مصباح كهربائي. إذن عندما نغلق القاطعة، أول شيء ماذا نلاحظ؟ نلاحظ توهج المصباح. إذن أول ملاحظة التي نلاحظها هو توهج المصباح، معناتها يشتعل أو اشتعال المصباح. ثم كذلك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ مثلا لو أخذنا الأنبوب الأول، نلاحظ طبعا اختفاء الماء الموضوع داخل هذا الأنبوب، اختفاء الماء تدريجيا. يعني الماء الموضوع داخل هذا الأنبوب الأول فإنه يختفي تدريجيا، كما نلاحظ فقاعات غازية كثيفة. إذن فقاعات غازية كثيفة وتجمع غاز، طبعا نلاحظ هنا وجود فراغ، هذا الفراغ هذا هو تجمع لغاز موجود هنا اللي هو غاز الهيدروجين H2، الصيغة الكيميائية له هي H2. إذن أعيد، قلنا في الأنبوب الأول الذي ملأناه بالماء المقطر وموضوع في هذا المصرع، طبعا قلنا بعد مدة زمنية أو طبعا عند غلق القاطعة، قلنا نلاحظ أولا توهج المصباح ونلاحظ كذلك اختفاء الماء تدريجيا مع ظهور فقاعات غازية وفراغ في أعلى الأنبوب. طبعا هذا الفراغ هو عبارة عن غاز الهيدروجين، إذن هو عبارة عن غاز الهيدروجين،
وكذلك الأنبوب الثاني كذلك الذي يحتوي على ماء مقطر ونكسناه أو قلبناه ووضعناه فوق المصرى الموجب. طبعا بعد قليل من غلق القاطعة نلاحظ كذلك ماذا نلاحظ؟ نفس الملاحظة وهي اختفاء الماء تدريجيا وظهور بعض الفقاعات الغازية، يعني ليست كثيرة مثل الأنبوب الأول. وكذلك نلاحظ هنا فراغ، وهذا الفراغ عبارة عن غاز الأكسجين. إذن هذا الفراغ عبارة عن غاز الأكسجين. طبعا لماذا حدث كل هذا؟ يعني لماذا توهج المصباح ولماذا انطلاق الفقاعات وظهور الغازات إلى آخره؟ وذلك لمرور تيار كهربائي. من أين أتى هذا التيار الكهربائي؟ جاء من انحلال جزيئات الماء. إذن جزيئات الماء انحلت إلى طبعا إلى مكوناتها، وهذه المكونات اللي هي تؤدي إلى طبعا تؤدي إلى مرور تيار كهربائي، وهذا دليل على أن هيدروكسيد الصوديوم ناقل للكهرباء. إذن هيدروكسيد الصوديوم ناقل للكهرباء، وهذا ما أدى إلى انطلاق غازين، غاز الهيدروجين عند المهبط وغاز الأكسجين عند المصعد. طبعا كتبنا هنا، طبعا قلنا البروتوكول التجريبي، ذكرنا ما هي الأدوات المستعملة. إذا للقيام بعملية التحليل الكهربائي للماء نحتاج إلى ما يلي: أولا عندنا وعاء فولتا، أنبوبين، هيدروكسيد الصوديوم، ماء مقطر، أسلاك التوصيل، طبعا أسلاك التوصيل اللي نصنع بها الدارة الكهربائية، قاطعة ك، مولد أو بطارية، ومصباح. إذن مصباح، طبعا مصباح الذي توهج عند مرور تيار كهربائي. إذن قلنا الملاحظات: أولا توهج المصباح، وكذلك في الأنبوب الأول ماذا جرى؟ نلاحظ اختفاء الماء تدريجيا، نلاحظ تشكل فقاعات غازية كثيفة وتجمع غاز الهيدروجين في الفراغ الموجود أعلى الأنبوب الأول، يعني هنا يتجمع غاز الهيدروجين، والصيغة الكيميائية لغاز الهيدروجين هي H2. وفي الأنبوب الثاني كذلك نلاحظ اختفاء الماء تدريجيا، ونلاحظ تشكل فقاعات غازية ليست كثيفة مثل في الأنبوب الأول طبعا، ونلاحظ تجمع غاز الأكسجين في الفراغ الموجود أعلى الأنبوب، يعني هنا انطلاق غاز الأكسجين. وكذلك قلنا الصيغة الكيميائية لغاز الأكسجين هي O2. هناك كذلك ملاحظة أخرى، هو أن كمية الهيدروجين أو غاز الهيدروجين المنطلقة في هذا الأنبوب أو التي تجمعت في هذا الأنبوب تكون ضعف كمية الأكسجين التي تجمعت في الأنبوب الثاني. إذن هنا تلاحظوا أن الفراغ هذا هو ضعف هذا الفراغ. إذن أعيد، قلنا نلاحظ أن كمية غاز الهيدروجين تكون أكبر من كمية غاز الأكسجين، يعني بمرتين، يعني تكون ضعف كمية غاز الأكسجين. إذن هذه ملاحظة أخرى. طبعا الآن بالنسبة لي طبعا يمكن، إذن يمكن أن نستنتج أو نشوف النتيجة التي استنتجناها، إن عملية التحليل الكهربائي للماء تنتج غازين هما غاز الهيدروجين H2 وغاز الأكسجين O2. إذن إذا سئلتم، يعني إذا لقيتوا سؤال يقول ما هي نتائج التحليل الكهربائي للماء، إن النتائج التحليل الكهربائي للماء هي غازين، غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. إذن أين ينطلق غاز الهيدروجين وأين ينطلق غاز الأكسجين؟ طبعا غاز الهيدروجين ينطلق عند المهبط أو في المهبط،
يعني في المصرع السالب، وغاز الأكسجين راح ينطلق في المصعد، وهذو راح نتقراوهم يعني تكملة في سنة رابعة، راح نشوفوهم كامل في سنة رابعة. طبعا الآن نقدر نملؤ هذا الجدول، نستطيع ملء الجدول هذا. الحالة الابتدائية، إذا ما هي الحالة الابتدائية؟ معناتها المتفاعلات، من هي المتفاعلات؟ وش كان عندنا في البداية؟ كان عندي الماء، قلنا التحليل الكهربائي للماء، معناتها الماء هو اللي راهو في الحالة الابتدائية. إذن جزيء الماء اللي هو H2O. في الحالة النهائية، طبعا في الحالة النهائية على ماذا تحصلنا؟ تحصلنا على غازين اللي هو غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. إذن غاز الهيدروجين اللي هو H2 وغاز الأكسجين اللي هو O2. لو سئلتم كذلك كيف يمكن أن نكشف عن هذين الغازين، يعني كيف نتعرف على غاز الهيدروجين وكيف نتعرف على غاز الأكسجين؟ طبعا للكشف عنهما نقرب عود ثقاب مشتعل. إذا لدينا عود ثقاب مشتعل نقربه من الأنبوب مثلا رقم 1 الذي يحتوي على فراغ لغاز الهيدروجين، نقربه، فماذا نلاحظ؟ نلاحظ انطفاء هذا العود الثقاب، ينطفئ وتحدث فرقعة، معناتها راح نسمعوا صوت. يعني كي نديروا تجربة راحين طبعا نشوفوا أن عود الثقاب انطفأ وكذلك تحدث فرقعة. أما في الأنبوب الثاني الذي يحتوي على غاز الأكسجين، إذا نحضر كذلك عود ثقاب مشتعل ونقربه من فوهة الأنبوب، طبعا الأنبوب الثاني، فنلاحظ أن عود ثقاب يزداد في الاشتعال، يعني لا ينطفئ وإنما يزداد في الاشتعال، وهذا دليل على أن هذا الغاز هو غاز الأكسجين. الآن بالنسبة لمعادلة التفاعل الكيميائي، طبعا احنا المعادلة يجب أن تكون متوازنة، يعني نوزنوها. إذا أول حاجة، أول شيء عندنا H2O، طبعا احنا H2O راح يعطينا غازين، غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. إذا H2O طبعا عندنا سهم يعطينا غازين، يعطينا غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. طبعا احنا قلنا الحالة الفيزيائية هذه عندنا ليكيد عبارة عن سائل، وهنا عندنا غاز، وهنا عندنا غاز. قلنا الحالة الفيزيائية تكتب دائما أمام كل جزيئة. إذن هل هذه المعادلة متوازنة؟ طبعا لا. نلاحظ هنا لدي ذرة واحدة من الأكسجين، أما في الطرف الثاني فلدي ذرتين. إذن أول شيء أننا نضرب جزيئة الماء في 2. إذن هنا تحصلنا على ذرتي أكسجين، ولدي في الطرف الثاني كذلك ذرتي أكسجين، ولكن الهيدروجين هنا لدي ذرتي هيدروجين، وهنا لدي 2 في 2 معناتها تساوي 4 ذرات هيدروجين في المتفاعلات، وبالتالي فإن المعادلة ليست متوازنة بعد. إذا نضرب غاز الهيدروجين في 2، وبالتالي نتحصل على 2 في 2 يساوي 4 و2 في 2 يساوي 4، وكذلك ذرتي أكسجين ذرتي أكسجين، وبالتالي فإن المعادلة متوازنة. إن بهذه الطريقة نكون كملنا عملية التحليل الكهربائي للماء، ويبقى في المراجعة تبقى الكهرباء، يعني هناك بعض القوانين التي يجب أن نتطرق إليها، طبعا راح نسحقوها في العام هذا، في العام تاع كاتخيامان إن شاء الله. وطبعا الكيمياء، باش نقول لكم أن الكيمياء مهمة جدا جدا. لماذا؟ لأنه التمرين الأول في شهادة التعليم المتوسط دائما تمرين الكيمياء عليه 6 نقاط، لذلك لازم تبدأوا تقرأوها من أول درس. طبعا لذلك احنا درنا هذه المراجعة، للمراجعة طبعا هذه راهي مهمة جدا. إذا إلى حصة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.